اثنان. أهلاً أزرق، ما هذا الصندوق؟ إنه يحتوي شيئاً عجيباً، ساعداني على اكتشاف سره. شيء عجيب؟ إنها زائد، إشارة الجمع. إنها رمز عملية الجمع، وتساعدنا على إضافة الأشياء إلى بعضها وجعلها في مجموعة واحدة. إنها يساوي، وهي إشارة تقع بين مقدارين متساويين. سأعد فساتين الآن. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. كم هذا جميل! هيا ساعداني إذن في جمع القمصان. قميصان على السرير، وواحد على الأرض، أي واحد واثنان. بل اثنان زائد واحد نفس الشيء. إذا قلنا واحد زائد اثنان، أو اثنان زائد واحد، لأنهما متساويان. والآن سأضع المعاطف في الخزانة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. إنها أربعة. هذا المعطف صغير ولم يعد مناسباً لك. ما رأيك بوضعه في حقيبة الملابس الزائدة عن حاجتنا؟ ضعه لو سمحت. نقص معطف واحد من أصل أربعة معاطف. كم بقي لدي؟ إنها ناقص، إشارة الطرح. ثلاثة يا حلوين. نستخدم إشارة الناقص عندما نريد أن نعرف الفرق بين عددين. صحيح، يعني عند حذف مقدار معين من عدد محدد. إشارة الزائد إشارة الجمع. اثنان. عشرة. تسعة. إشارة الناقص إشارة الطرح. سأحتفظ بهذا الصندوق وأستخدمه كلما احتجت أن أجمع أو أن أطرح.